أهلا وسهلا بحضراتكم. الأستاذة لميا بتسأل إن هي زوجها تزوج عليها من سنتين وهي عندها 5 ولاد منه، وعايزة تطلب الطلاق لأن هي مش قادرة تتحمل إنها تعيش معاه وهو بيروح للزوجة التانية. وأنا سألت الأستاذة لميا، طيب هو بيسأل، قالت لأ. طب لو أنتي يعني بقيتي معاه كويسة لطيفة إلى حد ما ممكن يرجع ويتكلم معاك ويسأل عليكي، قالت أيوة. يعني أستاذة لميا، مع 5 ولاد يعني أنا رأيي ولا أستطيع أن أنا أفرضه على حضرتك، أنا لا أنصح بطلب الطلاق والانفصال. المهم أن زوجي ده بيلتزم معايا بالواجبات تجاههم وتجاهي، وبعدين الود اللي بينك وبينه أنت قافلة الباب، فأنا شايفة تفتحي الباب لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. مصرة أنت على مسألة الطلاق ب5 أولاد، أنا مش عارف وضعك وظروفك، حياتك، أوضاعك الاقتصادية إيه، تقدري تفتحي البيت لوحدك، تقدري تعيشي لوحدك، تقدري تتحكمي في الولاد لوحدك. الولاد في مرحلة معينة كمان بيبقى فيه احتياج للأب بصورة كبيرة، والسيدات بتتسرع بمسألة الطلاق وما شابه ذلك. فالأولى الإنسان يستخير ربه سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر له الخير وأنه يهيئ له من أمره رشدا. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى ما يحب ربنا ويرضى، وناخد أنه في موقف حصل في الحياة لازم أتصرف فيه بقدر أو على قدر كبير من الحكم، مش قرار بس انفعالي عاطفي. والسيدات بطبعهن بيميلوا إلى العاطف، ده شيء طبيعي لأنه ده الكمال في خلقتهن. فنعمل إيه؟ ناخد القرار بتاعنا بالراحة جدا، وأشوف كل الأبعاد، أبعاد ولادي، أنا هعمل معاهم إيه لوحدي، أنا لما أستقل ببيت لوحدي إيه الوضع، هقدر أباشر عملية الإنفاق وخلافه، ولا هيكفيني القدر اللي هو هيدهوني وأنا في الوقت ما أنا مطلقة. الاعتبارات دي كلها تقعدي تفكري فيها بدل ما أخذ قرار وقتي. أنت كده كده بتقولي له ما تجيش وقفل الباب في وشه، أنا شايفة نفتح الباب ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهدينا إلى سواء الطريق في الأمر اللي أنت عزم عليه ده يا أستاذة لمياء.